بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الدراسات العليا الماجستير المهني. احنا معانا دلوقتي ما الموضوع موضوع جديد من موضوعات استخدام الإحصاء التطبيقي في مجال المحاسبة. استخدام الإحصاء التطبيقي في مجال المحاسبة موضوع حيوي ومهم، اسمه تحليل التباين. المقصود بكلمة تحليل التباين يعني تقسيم، كلمة تحليل معناها تقسيم والتباين معناها الاختلافات. باختصار شديد أوضح يعني ايه كلمة تحليل التباين بمثال كده عملي. لو عندنا 3 قاعات بحث وكل قاعة فيها عدد من الطلاب، والمحاضرين اللي بيخشوا للقاعات دي مختلفين عن بعض، المحاضر الأولاني غير التاني غير التالت، بس كلهم بيشرحوا منهج واحد. فلما اجي اعمل امتحان في نهاية الفصل الدراسي، ايه اللي انا متوقعه؟ المتوقع ان يحصل اختلافات بين درجات الطلاب. الاختلافات دي نوعين، ومن هنا جه كلمة تحليل يعني تقسيم. الاختلافات دي بيقسموها لنوعين، في اختلافات بين المجموعات بين القاعات الثلاثة، وخد بالك من كلمة بين، بتوين. الاختلافات دي سببها اختلاف المحاضر اللي هنا عن هنا عن هنا، طريقة الشرح بتاع ده غير ده غير ده. طب دي نعرفها ازاي؟ بنحسب الوسط الحسابي للدرجات في القاعة الأولى، ومتوسط الدرجات في القاعة التانية، ومتوسط الدرجات في القاعة التالتة، وبعدين أقارن الأوساط ببعضها. الفروق اللي بينهم بتاع الإحصاء بيجي يقولك أنا هشوف لك الفروق اللي بين المتوسطات دي معنوية ولا غير معنوية، حقيقية ولا غير حقيقية. في نوع تاني بقى من الاختلافات، ايه هو؟ ان داخل القاعة الواحدة، وخد بالك من كلمة داخل ويزن، داخل القاعة الواحدة هتبص تلاقي الطلبة برغم انهم سمعوا نفس المحاضر وقاعدين في نفس المكان، الا انهم بيجيبوا درجات مختلفة، الطالب ده غير اللي جنبه غير اللي جنبه. فالاختلافات دي او التباين ده بنسميه الاختلافات داخل المجموعات، ودي بيبقى حجمها قليل شوية، الاختلافات داخل المجموعات. فالقصة ما فيها ان العالم الانجليزي فيشر لما جه عمل موضوع تحليل التباين ده قسم التباين لقسمين. القسم الاول سماه بين المجموعات، وخد بالك من كلمة بين، والجزء الثاني سماه داخل المجموعات. طبعا المسميات دي مهمة، ممكن الكتب تسمي أسماء تانية، تقول إيه؟ تقول بين المعالجات، بين المعالجات بدل كلمة المجموعات تقول بين المعالجات، وممكن تقول بين العينات، فكل ده بمعنى واحد، أهم حاجة يكون فيها كلمة بين. أما بالنسبة للاختلافات داخل المجموعة اللي هي بتبقى جوه القاعة الواحدة، الطلبة مختلفين عن بعضهم، طلبة مختلفين، دي بيسموها أحيانا بيسموها البوائي. البوائي يبقى إذا احنا هنمسك الاختلافات نقسمها جزئين، جزء اسمه بين وده اللي احنا بنركز فيه قوي، وجزء اسمه داخل اللي هو البوائي. فده الدرس بتاعنا، وده المفهوم ايه البسيط بتاعه. بيستخدم بقى ايه في مجال المحاسبة؟ في ايه؟ لما تيجي يبقى عندك مجموعات من الشركات وعاوز تشوف الاختلافات بينهم، سببها نوع الشركة ولا مش نوع الشركة، يعني دي شركات أشخاص ودي تضامن ودي توصية، وعايز تشوف الاختلافات بين ربحياتهم، بس بشرط يكون عددهم أكتر من 2. يعني ممكن أتعامل مع 3 شركات أو 4 شركات، لأن التحليل ده اتعمل علشان العينات اللي هي اكتر من 2، 3 فاكثر. اما 2 او 1 دي بتتعامل معاها باختبار اسمه ته او يه اللي احنا سمعنا عنهم في درس اختبارات الفروض. اخر حاجة اقولها قبل ما اخش في الموضوع، ان الدرس ده بسيط وهو امتداد لاختبارات الفروض، يعني بنعمل فيه خطوات زي خطوات الفروض، ولما يكون في درس معايا له خطوات ثابتة فده بيريح الطالب وبيريح اللي بيصحح.
ليه؟ لأن الطالب عارف الخطوة الأولى كذا والتانية كذا والتالتة كذا، مش هيقعد لسه يفكر أنا هبدأ منين. ده هو في تحليل التباين القصة زي اختبارات الفروض بالظبط، بنحط فرض أصلي ونحط فرض بديل ومستوى المعنوية 5%. المقياس الإحصائي المقياس الإحصائي بدل ما نقول ته أو يه، لا بنقول المقياس الإحصائي فيه فيه نسبة إلى العالم فيشر. بعد كده بنعمل العمليات الحسابية، ونعمل في نهاية العمليات جدول. الجدول ده اسمه تحليل التباين، جدول تحليل التباين بيساعدني في اتخاذ قرار بأن الفروقات بين المجموعات حقيقي معنوي ولا غير معنوي، بيساعدني في قبول الفرض الأصلي أو عدم قبوله. تعال نشوف كده الكلام ده مع بعض. بداية يستخدم تحليل التباين لمعرفة ما إذا كان هناك فرق أو اختلاف جوهري بين، خد بالك من كلمة بين، متوسطات 3 مجتمعات أو أكتر. خد بالك أنا بتعامل مع 3 فأكتر، أي بيستخدم في حالة أكتر من عينتين. واضح شروط استخدامه أن يكون فيه في المسألة أكتر من عينتين. كمان شروط استخدامه أن تكون المجتمعات المسحوب منها العينات متوزعة توزيع طبيعي، ودي بنكتبها في المسألة عشان أول ما تقراها المجتمعات موزعة طبيعي تقول آه ده درس تحليل التباين. وأن تكون المجتمعات ذات تباين متساوي، الاتنين دول بيجوا مع بعض في المسألة، الشرطين دول. أما الشرط الأولاني أنت بتعرفه على طول أول ما تبص في المسألة وتلاقي فيها 3 أعمدة، تقول ده أنا كده معايا 3 عينات يبقى هشتغل تحليل تباين. يبقى بيجي لك تحت المسألة كده يقول لك علما بأن المجتمعات موزعة طبيعيا وذات تباين متساوي، يعني بيديك الشروط دي جوه المسألة. أنواع تحليل التباين إحنا عندنا نوعين. بالنسبة للنوع الأول اسمه تحليل التباين في اتجاه واحد. سموه في اتجاه واحد ليه؟ عشان بيمشي من وجهة نظر واحدة، بيروح يجمع بيانات العينة الأولى ويجمع بيانات العينة التانية ويجمع بيانات العينة التالتة في شكل مجاميع أعمدة. يعني بيروح جامع العمود الأول اللي جاي في المسألة وتجمع العمود التاني وتجمع العمود التالت، يبقى أنت كده مشيت في اتجاه الأعمدة. في نوع تاني في نهاية الدرس ده اسمه تحليل التباين في اتجاهين، والمقصود بيه ان انت مرة هتجمع الارقام في اتجاه الاعمدة، يعني تجمع عمود عمود وتطلع مج عين واحد ومج عين اتنين ومج عين تلاتة، وتروح تجمع في اتجاه الصفوف اللي هو مع السطر بتاع الكراس بتاعك، فتروح تجيب مجموع الصف الاول مجموع الصف التاني مجموع الصف التالت، فده يبقى اسمه تحليل تباين في اتجاهين. يبقى الاتجاه الواحد بيمشي من وجهة نظر واحدة اللي هو بيعتمد على بيانات الأعمدة فقط، وليه اسم بيسموه تصميم تام التعشية. تعال نشوف كده هنتعامل ازاي لما تجيني مسألة فيها 3 أعمدة جنب بعض أو 4 أعمدة جنب بعض، جدول فيه 3 أعمدة أو 4 أعمدة. تعال نشوف بنتصرف ازاي. أول حاجة تعملها تستخرج البيانات. حضرتك اول حاجة هتعملها تعمل حسابك ان انت هتطلع 4 بيانات في تحليل التباين بتاع الاتجاه الواحد. ال4 بيانات دول ايه هما؟ نقراهم مع بعض واحدة واحدة. مج صاد. ما معنى مج صاد؟ يعني مجموع القيم كلها، يعني هتروح تجمع كل الارقام اللي موجودة في كل الاعمدة على بعضها، يعني تجمع بيانات العمود الاول زائد ارقام العمود الثاني زائد ارقام العمود الثالث، ده زائد ده زائد ده زائد ده. وفي حل تاني اسهل، ان انت تجيب مجموع كل عمود على حدة وبعدين تروح مجمع المجاميع اللي في الاخر على بعضها، فلما تجمعها على بعضها يبقى انت كده ايه، جبت مج صاد. مج صاد تربيع معناها مجموع مربعات القيم كلها، مجموع مربعات القيم كلها. طيب بنجيبها ازاي دي؟ سعادتك بتروح داخل جوه الأعمدة تمسك أول رقم تربعه وتقول زائد أول رقم في أول عمود زائد، خش على الرقم اللي بعديه ربعه زائد الرقم اللي بعديه ربعه زائد رابع رقم تربعه زائد خامس رقم تربعه، خلصت ال5 أرقام اللي في أول عمود تقول إيه زائد، خش على العمود اللي جنبه تربع أول رقم فيه وتضيف على الإيه، على الخمسة بتوع العمود الأول. يعني أنت كده بتربع كل القيم اللي في الجدول وتجمعها على بعضها، ده مج صاد تربيع. وده عادة بيجي معطى في المسألة، بيجي معطى في المسألة
ليه؟ لان بيبقى فيه ساعات اخطاء مع ضغط الامتحان، فاحيانا مجلس التربيع ما بتطلعش ايه مظبوطة، فبتأثر على كل المسألة. فانا عشان كده بحط لك في المسألة اقول لك علما بان مجلس التربيع بكذا، يبقى انا كده ربعت رقم وجمعت. هتقولي طب ما ينفع نجمع العمود الاولاني وبعدين نربعه؟ اقول لك لا، ما ينفعش، انت لازم تروح تربع قيمة جوه العمود. بالنسبة البيان الرابع، البيان التالت اسمه حجم العينة الكلي. يقصد بحجم العينة الكلي نون سمول، نون الصغيرة بتساوي نون واحد سمول زائد نون اتنين سمول. ايه الفكرة في النونات دي؟ ان انت بتعد الارقام اللي جوه اول عمود، لقيتها 5 ارقام يبقى تقول كده 5. خش على تاني عمود لقيت فيه 4 ارقام تقول زائد 4. خش على تالت عمود لقيت فيه 7 ارقام تقول زائد 7. ده المقصود بحجم العينة الكلي. اخر بيان بقى كاف. كاف بترمز لعدد الأعمدة في المسألة، ممكن يكونوا 3 4 وانت طالع، وترمز ايضا لعدد المجموعات، وترمز لعدد العينات، كل ده بمعنى واحد. لو طلعت ال4 بيانات دول هتلاقي الدنيا ماشية كويسة جدا وسلسة قوي. نقولهم مع بعض، ال4 بيانات: مج صاد، مج صاد تربيع، نون، كاف. بعد ما طلعت 4 بيانات بتروح تعمل بقى الاختبار وانت مطمن. اول حاجة، اولا الفرض الاصلي، ميم واحد سوى ميم اتنين سوى ميم تلاتة، حسب عدد المتوسطات اللي في المسألة، حسب عدد الاعمدة اللي في المسألة. ده الفرض الاصلي، ان المتوسطات كلها زي بعضها، ان المدرسين كلهم زي بعض. الفرض البديل بيبقى ضده، بيبقى عكسه، فبيقول لك ايه؟ في متوسط واحد على الاقل مختلف. واحفظ الاكسبريشن ده، متوسط واحد على الاقل مختلف، ماشي. بعد كده مستوى المعنوية 5% دايما. المقياس المناسب، المقياس الاحصائي المناسب توزيع فهم. الخطوة اللي جاية خطوة العمليات الحسابية. تعال نشوف القوانين بتاعتنا، وبطمنك ان القوانين هتبقى برضك معطاة زي ما اتفقنا في ورقة مستقلة جنب ورقة الامتحان. تعال نشوف كده خطوة العمليات الحسابية. احنا عندنا عمليتين حسابيتين. العملية الاولى ايجاد مجموع المربعات الكلي، او بين قوسين الاختلاف الكلي، دي رمزها ميم ميم كاف. القانون بيقول لك ميم ميم كاف تساوي مج صاد تربيع ناقص مج صاد الكل تربيع على نون. بص للقانون كويس، هتلاقيه محتاج 3 حاجات تعوض بيهم: مج صاد تربيع، ودي اتكلمنا عنها في الصفحة اللي فاتت، مج صاد اللي هي مجموع القيم كلها، نون اللي هو حجم العينة الكلي. كده خلص القانون الأول أو العملية الحسابية الأولى. العملية الحسابية التانية إيجاد مجموع مربعات المعالجات، أو ساعات بيسموه إيجاد مجموع المربعات بين الأعمدة، حتى هتلاقي رمزه اسمه ميم ميم ب. ميم الأولانية معناها مجموع، ميم التانية معناها مربعات، الب معناها بين اللي هي البتوين. سعادتك بتجيبها بطريقة لذيذة قوي، برغم ان القانون هيبقى معطى ليك، بس انا هقولك فكرته هتلاقيها جميلة جدا جدا لما تعرفها. بيقولك مجموع العمود الاول الكل تربيع على عدده، مجموع العمود الثاني الكل تربيع على عدده، زائد مجموع العمود الثالث الكل تربيع على عدده. بعد كده بتقفل على الكلام ده كله بقوس، وتطرح منهم نفس اللي اتطرح من ميم ميم كاف، نفس اللي بيطرح فوق اللي هو مج صاد تربيع ناقص اللي هو مج صاد الكل تربيع على نون. في توضيح بقى عشان ايه ما تكونش نسيت الموضوع، يعني تذكرة بردك تحت كده، بيقول لك حيث ان نون حجم العينة الكلي، دي معروف، نون واحد حجم العينة الاولى، نون اتنين حجم العينة التانية معلوم، مج عين واحد معناها مجموع العمود الاول، مج عين اتنين معناها مجموع العمود التاني. دي كلها تعريفات للرموز اللي احنا ايه بنستخدمها. بعد كده في عندنا كاف عدد الاعمدة او عدد العينات، دي كنا اتكلمنا عنها من ضمن ال4 بيانات الأساسية اللي بنخرجهم من المسألة. هي كاف مش ظاهرة هنا في القوانين، بس هتظهر في الجدول اللي هيتعمل دلوقتي.
لان احنا هناخد نتيجة القانون الاولاني اللي هو في برواز ده ونتيجة القانون التاني، ونروح واخدينهم هما الاتنين وحاطينهم في جدول اسمه جدول تحليل التباين. تعال نشوف مع بعض كده شكله ايه. جدول تحليل التباين 5 أعمدة، يجب ان انت تحفظ عنوان كل عمود من فوق. اول عمود مصدر الاختلاف، تاني عمود مجموع المربعات، بعد كده درجات الحرية، متوسط المربعات، بعد كده فيه المحسوبة. بالنسبة لمصدر الاختلاف عندي مصدرين، يا اما بين الأعمدة يا اما البواقي. ممكن البواقي دي تشيلها وتكتب مكانها داخل الأعمدة، لان احنا بنقسم بين وداخل، بس الداخل زي ما قلت لك اكمنه نسبته قليلة، اللي هو الاختلافات بين الطلبة جوه القاعة الواحدة، فساعات بيسموه البواقي. وتحت الكل بقى اللي هو الاس اس توتال. طيب تعالى نشوف التاني عمود. تاني عمود بناخد فيه النتائج اللي طلعت من القوانين اللي فاتت ونحطها في تاني عمود. احنا كنا جبنا ميم ميم ب، ميم ميم ب، فهنحطها قدام بين الأعمدة. وجبنا ميم ميم كاف اللي هو الكلي، هنحطها قدام التوتال. الفرق بين الكلي وبين هو ده البواقي. انا هنا مسميه ناتج خطوة 3. البواقي دي ممكن تستنتج جوه الجدول، ان انا بعد ما اكتب الكلي في اخر سطر واكتب بين الاعمدة في اول سطر، افترض مثلا الكلي كان 100، وافترض بين الاعمدة كنت كاتب قدامه 80، فالمكمل لما يكون الكلي ب100 والاعمدة 80 يبقى البواقي 20، فبستنتج البواقي. للأسف مكتوب هنا ناتج خطوة 3، هو المفروض كان يتكتب في الحتة دي كلمة الفرق، بس احنا اعتبرنا ان لما بنطرح الكلي ناقص بين الأعمدة بنعتبرها كأنها خطوة، هي ما ظهرتش قدامي واضحة، بس بنعملها في الجدول دوت اللي هو الفرق بين الكلي وبين الأعمدة. بعد كده درجات الحرية، احفظ معايا درجات حرية الأعمدة عبارة عن عدد الأعمدة ناقص واحد. انا معلم عليها كاف ناقص واحد، اهي زي ما انت شايفها متعلم عليها. درجات حرية الكلي احفظها نون ناقص واحد. طيب انا لما اعرف الكلي واعرف بين الاعمدة، الفرق بين درجات الحرية بتاع ده وبتاع ده احطها قدام البواقي. يعني مثلا لو درجات حرية الكلي كانت 12 ودرجات حرية الاعمدة كانت 3 ناقص 1 تطلع 2، فلما يكون تحت 12 وفوق 2 فالفرق بينهم 10، اكتب الفرق قدام البواقي. بعد كده بتروح سعادتك تقسم عمود 2 على عمود 3 عشان تطلع المتوسط، لان اي متوسط في الدنيا بيطلع بقسمة حاجة على حاجة. فانا بقسم عمود 2 على عمود 3، يعني باخد الرقم اللي موجود قدام الاعمدة اقسمه على درجات حريته، واخد الناتج اللي موجود قدام البواقي اقسمه على درجات حريته، فيطلع المتوسط. انا مسمي المتوسط الاولاني ايه والتاني بيه. الكلي ما بروحش اجيب له متوسط، الكلي بسيبه فاضي، ما بحسبلوش متوسط، ما بقسمش ناتج خطوة واحد على نون ناقص واحد. بالنسبة لمتوسط الاعمدة اللي هو ايه ومتوسط البواقي اللي هو بيه، بقسمهم على بعض يطلع فيه المحسوبة. باخد بعضي عشان اخد القرار، عشان اخد قرار بروح اقارن فيه المحسوبة اللي انا حسبتها. وسموها محسوبة ليه؟ عشان الطالب قام بحسابها، فبروح اقارن فيه المحسوبة دي مع فيه تانية جدولية بتبقى معطاه في ورقة الاسئلة. باخد فيه اللي في ورقة الاسئلة اقارنها بالفيه دي، بس اخد بالي ان فيه اللي هتبقى معطاه في ورقة الاسئلة اللي هي فيه الجدولية هيدهاني بدرجات حرية تتفق مع درجات الحرية اللي موجودة في العمود الثالث قدامي، فهيدهاني عند درجات حرية كاف ناقص واحد، يعني عدد الأعمدة ناقص واحد، وهيدهاني عند درجات حرية البواقي اللي هي كانت فرق الكلي من بين. لو لقيت فيه المحسوبة أصغر
أو تساوي ف النظرية اللي هي الجدولية. ف النظرية معناها ف الجدولية. لو لقيت المحسوب أصغر يتم قبول الفرض الأصلي ورفض البديل، والعكس لو لقيت ف المحسوبة كبيرة يتم رفض الفرض الأصلي وقبول البديل. ملاحظات، بيقول لك قبل الحل لازم تجهز مجموع كل عمود اللي هو مجعين واحد مجعين اتنين مجعين تلاتة. تاني ملحوظة بتقول لك مجموع صد تربيع بتكون عادة معطاه في المسألة. تعال نشوف كده مسألة لدراسة ما إذا كان نوع الشركة يؤثر في متوسط ربحيتها بالمليون جنيه. تم سحب 4 عينات، عدد العينات هنا أكتر من عينتين. تم سحب 4 عينات، خدنا من شركات المساهمة 7 شركات، ومن شركات الأشخاص 5، ومن شركات المسؤولية المحدودة خدنا 6، والعينة الأخيرة خدناها من شركات التضامن حجمها 4. الكلام ده لو بصيت في الجدول هلاقيه، عينة المساهمة كانت 7 شركات موجودين في أول جدول، ربحيتهم بالمليون موجودة في أول جدول في أول عمود اللي هو تحت كلمة مساهمة. شركات الأشخاص عددهم 5 شركات، خدت 5 شركات عينة من شركات الأشخاص، أدي ربحيتهم بالمليون جنيه موجودة تحتهم في الجدول، وهكذا. العينة اللي بعدها فيها 6 مفردات، والعينة الأخيرة فيها 4 مفردات أو 4 شركات. وبعدين أنا كمان ريحتك واديتك مجموع كل عمود، فمعاك دلوقتي مجعين واحد ب30، مجعين اتنين ب25، مجموع العمود التالت ب16، مجموع العمود الرابع ب16. ومش بس كده، كمان رحت جمعت الأرقام اللي في الآخر دي على بعضها كلها، جمعت 30 زائد 25 زائد 16 زائد 16، طلع 87 اللي هو بيسموه مجموع صاد، مجموع القيم كلها. طيب بعد ما قرينا المسألة بيقولك المطلوب معرفة ما إذا كان هناك اختلاف جوهري في متوسط ربحية الشركات الأربعة بمستوى معنوية ألفا بتساوي 5%، وبمعنى آخر هل تؤثر نوعية الشركة على مستوى ربحيتها، وذلك بفرض أن المجتمعات موزعة توزيعا طبيعيا وذات تباين متساوي. فاكر الشروط بتاعة تحليل التباين محطوطة تحتها خط اهي. إذا علمت أن فيه الجدولية بدرجات حرية 3.18 بتساوي 3.16 من 100. بقولك الشرط اللي احنا حاطين تحتيه خط ده، هتقول لي ايه لازمته، ايه لازمة تكتب كتير في الامتحان، ما هو احنا عرفنا اول ما نبص كده هنقول اه ده المسألة دي تحليل تباين عشان فيها اكتر من عمودين، ده فيها 1 2 3 4. اقولك لا، اصل في درس جاي لك في اخر الكورس اسمه الإحصاءات اللامعلمية، اسمه الإحصاءات اللامعلمية النمبر مترك، فالدرس ده هتبقى مسألته شبه دي بالظبط. هتقول لي يا خبر أبيض، جدول زي ده بالظبط، جدول زي ده بالظبط، وشركات زي دي بالظبط، زي ده كله 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 هو هو، بس مش هيكتب لك تحت المسألة إن المجتمعات موزعة طبيعي وذات تباين متساوي. لو ما كتبش تحت المسألة الكلام ده فبتروح تحل بالدرس الأخير اللي هو بتاع الإحصاءات اللامعلمية. وعلى فكرة الحل باللامعلمية، اللامعلمية الحل بيها أسهل من اللي احنا بنعمله دلوقتي، لأن اللامعلمية بتروح تعمل رتب، لما نجيلها هتلاقيها سهلة. يعني ايه رتب؟ تدور على أصغر رقم في الجدول كله وتديله الرتبة 1، بعد كده أصغر رقم بعديه تديله الرتبة 2، زي سبيرمان كده. فيبقى الشرط ده انا حاطط تحتيه خط ليه؟ علشان تعرف ان المسألة دي تابعة لدرس تحليل التباين. تعال بقى ننفذ اللي احنا قلناه. احنا هنعمل مرحلتين، المرحلة الاولى هنخرج 4 بيانات اللي هما مج صاد ومج صاد تربيع والكاف والنون، والمرحلة التانية نعمل الاختبار اللي هو 6 خطوات. هو طبعا كان زمان 4 في درس الفروض، لانه كنا بنمسك الفرض الاصلي والفرض البديل نحطهم في خطوة. دلوقتي بقينا نعمل خطوة للفرض الاصلي وخطوة للفرض البديل. يعني انا بس ايه، بحط ايدك على شوية اختلافات عشان ايه، تثبت المعلومة في ذهنك. فهنشوف دلوقتي ازاي نبدأ نتعامل مع دي. بس في حاجة مهمة عايز اقولها لك، ان المسألة دي ما اديتكش زي ما وعدتك
مج صد تربيع. يعني ايه مج صد تربيع؟ يعني 4 تربيع زائد 3 تربيع، انا خد بالك بربع من اول رقم في الجدول، 4 تربيع زائد 3 تربيع زائد 7 تربيع لغايه ما اوصل لاخر العمود، زائد 2 تربيع، بعد كده اكمل عليهم كمان زائد 5 تربيع زائد 6 تربيع زائد 4 تربيع لغايه ما اوصل في الاخر لاخر عمود، اقول زائد 1 تربيع. فانا ما اديتها لكش في المساله دي لان دي مساله بنحلها مع بعض في المحاضره، وعايز سعادتك تعرف مج صد تربيع دي جت منين، انما في الامتحان ان شاء الله هتبقى معطاه. مج صد تربيع هتبقى معطاه اللي هو مجموع صد تربيع، مجموع مربعات القيم. تعال نعمل المرحلتين دول بتوع الحل. المرحلة الأولى بخرج البيانات بتاعتي، أنا حاطط في برواز فوق حجم كل عينة، بعد كده روحت جبت مج صاد دي ب87، دي كانت واضحة في الجدول، بس أنا هنا بشرح اللي هي بجمع 4 زائد 7 زائد مش عارف ايه لغاية ما اوصل لاخر ايه عمود، لغاية ما اوصل لاخر عمود اجمع لقيهم 87. وفي حل تاني زي ما قلت لك، اخد المجاميع النهائية اللي في اخر كل عمود واجمعها على بعضها. بعد كده هتجيب مج صاد تربيع عشان ايه ما كانش معطاه، فهتربع رقم رقم لغاية ما توصل لاخر عمود تطلع 439. طب يبقى انت كده بقى معاك مج صاد ومج صاد تربيع. نون معناها حجم العينة الكلي، تجمع العينة حجم العينة الأولى عدد مفرداتها يعني، والتانية والتالتة والرابعة طلعوا 22. بعد كده كاف معناها عدد الأعمدة، أنا عندي في المسألة دي 4 شركات يبقى كده بـ4. خطوات الاختبار، أولا الفرد الأصلي ميم 1 تساوي ميم 2 تساوي ميم 3 تساوي ميم 4، ثانيا الفرد البديل بكتب فيه إن في متوسط واحد على الأقل مختلف، مستوى المعنوية 5% دائما، المقياس الإحصائي المناسب توزيع فيه، ده كل ده روتيني. تعال بقى نخش في العمليات الحسابية. القانون الأول اللي هو ميم ميم كاف تساوي مج صاد تربيع ناقص مج صاد كل تربيع على نون، أروح أجيب من البيانات اللي أنا مجهزها وأعوض عن مج صاد تربيع ب 439 وعوض عن مج صاد ب 87 واربعها مج صاد كل تربيع يبقى 87 تربيع على النون اللي هي 22، طلع الناتج 94.95%. بعد كده اروح اجيب ميم ميم ب بتساوي القانون اللي انا كنت قلت لكم، مجموع العمود الاول الكل تربيع على عدده، مجموع العمود الثاني كل تربيع على عدده، والتالت تربيع على عدده، والرابع تربيع على عدده، وبعد كده اطرح منهم مج صاد كل تربيع على نون. بص كده في القانون ده كويس، واقول لك على الغلطة اللي الطلاب ساعات بيغلطوا فيها، انه ساعات بيجي في الاخر خالص في اخر حتة في القانون يقول مج صاد بس ما يحطش عليها تربيع، برغم ان الصيغة معطاة في ورقة الاسئلة. فما ننساش ان كل اللي فوق عليه تربيع سواء اللي بالزائد او بالناقص. كمان لو هتلاحظ ان الناتج بتاع مربعات الأعمدة اللي هو ميم ميم به، الناتج بتاعها بيكون دايما أقل من الكلي، لأن الكلي ده مفيش حاجة أكتر منه، فالكلي طالع ب94 ده طالع ب16، عشان ساعات واحد ما بيسرح وبيدخل الحاجات بالآلة فيطلع نتائج أكتر من الكلي، ما ينفعش. المفروض إن كان في خطوة تالتة نطرح ده من ده يطلع البواقي، ولكن إحنا هنطلع البواقي نستنتجها جوه الجدول بتاع تحليل التباين. تعال كده معايا، جدول تحليل التباين فيه 5 أعمدة، مصدر الاختلاف مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات أو التباين فيه المحسوبة. هتبدأ تكتب إن مصدر الاختلاف فيه عندي مصدرين بين الأعمدة وداخل الأعمدة، أو ممكن تقول المعالجات والبواقي، فعندك بدائل، يبقى المعالجات ليها اسم تاني الأعمدة والبواقي اللي هي داخل. فاكر لما قلت لك بتوين وويزن؟ ويزن دي اللي هي داخل الأعمدة اللي هي البواقي. بتحط النتائج اللي انت وصلت لها في العمود التاني، الكلي حطينا قدامه 94.95% في آخر سطر، بين الأعمدة حطينا قدامها 16.19% في أول سطر. الفرق بين الرقمين دول بين 94 وشوية وبين 16 وشوية طالع 98.76%، ده مستنتج اللي هو قدام البواقي. روح للعمود اللي بعده، درجات الحرية بتاعت الأعمدة عبارة عن عدد الأعمدة ناقص واحد تطلع ب3.
درجات الحرية الكلية عبارة عن حجم العينة الكلي ناقص واحد، 22 ناقص واحد تطلع 21. الفرق بين 21 اللي طالعة في آخر سطر عند الكلي وبين التلاتة اللي طالعة في أول سطر، الفرق 18. ده اللي هو بيستنتج زي ما استنتجنا الرقم اللي جنبه. دي البواقي، بتستنتج البواقي. بعد كده بروح أقسم عمود 2 على عمود 3، يعني أقسم كل رقم على اللي قصاده، فأقسم 16 و19 من 100 على 3 تطلع 5.4، وأقسم 78 و76 من 100 على 18 تطلع 4.38 من 100. بعد كده الكلي ما بيتقسمش، ما بنجيبلوش متوسط. بروح بعد كده أقسم 5.4 على 4.38 من 100، تطلع النتيجة زي ما انت شايف 1.23 من 100. اللي انا حاططها دي في برواز في اخر عمود اسمها فيه المحسوبة، هقارنها بفيه الجدولية، هلاقي فيه الجدولية موجودة في ورقة الاسئلة ومكتوب جنبها بين قوسين 3.18. اشمعنى 3.18؟ لان لازم تتناسب درجات فيه الجدولية مع درجات حرية فيه المحسوبة. درجات حرية فيه المحسوبة كانت 3 و18، لان لما قسمت الرقمين على بعض كان رقم منهم درجات حريته 3 ورقم منهم درجات حريته 18. المهم انا هجيب فيه الجدولية من المسألة لقيتها 3.16 من 100، اعمل مقارنة بين الرقمين، بين 1 و23 من 100 المحسوب وبين 3.16 من 100 المعطى، الاقي المحسوبة اقل. ففي الحالة ديت فيه المحسوبة طلعت اقل، 1.23 من 100 اقل من 3.16 من 100. ففي الحالة دي بنقبل الفرض الاصلي ونرفض البديل عند ألف 5%، أي مفيش اختلاف بين متوسط الأرباح في الشركات الأربعة. الموضوع كده يعتبر خلص، موضوع تحليل التمام في اتجاه واحد كده انتهى. موضوع بسيط ومفهوش حاجة، بس أهم حاجة تعيد حل التمرين ده تاني بإيدك وتشوف المسألتين الواجب اللي أنا إيه مديهم، المسألتين اللي هما تدريبات بأجوبتهم النهائية. تعالى كده نشوف الموضوع ده. في مسألة هي قدامك واجب، مديك المدرسة الإنجليزية والألمانية والمصرية، ومديك علما بأن المجتمعات موزعة طبيعي، والمطلوب معرفة ما إذا كان هناك اختلاف جوهري، ومديك فيه الجدولية 3.15 من 100. ومعلش المرة دي مجة التربية مش موجودة في المسألة، فأنت هاتها. واحنا مع بعض طبعا متواصلين علشان ايه اشوف الحل لمن اراد ان انا اراجع له الحل بتاعه، بس في الامتحان بتبقى مد ص تربيع معطى اللي هي 8 تربيع زائد 7 تربيع وهكذا. الحل الاخير طلع فيه ب29 من 1000 اللي هي مكتوبة في اخر الصفحة، ده الحل النهائي بتاع المسألة. نشوف مسألة تانية خاصة بالبورصة، يعمل في شركات أوراق مالية 4 سماسرة لبيع وشراء الأسهم، وآدي البيانات بتاعتهم. المطلوب بفضل المجتمعات موزعة طبيعي وذات تباين متساوي معرفة هل هناك اختلاف بين السماسرة، علما بأن فيه الجدولية كذا. والحل اهو. مسألة الواجب التاني برضك مفيش مجلسات تربيع، فأنا عشان كده هبعت لكم على الجروب مجموع صد تربيع للمسألة الأولى ومجموع صد تربيع للمسألة التانية. أنا عارف إن أنتم محاسبين وكفاءة جامدة، بس ببعته للاسترشاد يعني، لأن أنا إيه وعد إن أنا المسائل دي هحط فيها مجموع مربعات القيم معطى، فعلشان تسترشد بالرقم هبقى أقول لك مجموع صد تربيع بتاع المسألة الأولى بكذا ومجموع صد تربيع بتاع المسألة التانية بكذا. وانا طبعا يعني ايه اكمل دي مسائل محطوطه للتدريب، فمعلش احنا نسترشل بالرقم اللي انا ايه هبعته، اما في الامتحان هتبقى معطاه بمشيئه الله. تعال بقى ندخل في الحته الاخيره في الدرس اللي هي تحليل التباين في اتجاهين. المقصود بتحليل التباين في اتجاهين ان انت هتبص من وجهتين نظر، هتدرس تاثير كل من الاعمده والصفوف.
يبقى اللي فات كنت مركز على جانب الأعمدة بس، كنت واخد الأعمدة بس تجمع كل عمود وتجيب مجان واحد ومجان اتنين ومجان تلاتة، لكن دلوقتي انت هتروح تجمع مرة في اتجاه الأعمدة وتجيب مجموع العمود الأول مجموع العمود التاني ومجموع التالت، وتروح تجمع في اتجاه الصفوف تجيب مج صد واحد مج صد اتنين مج صد، تجيب مجموع الصف الأول مجموع الصف التاني مجموع الصف التالت، واللي بتعمله مع الأعمدة هتعمله مع الصفوف بالظبط، يعني القانون بتاع الصفوف هو بس اللي هيزيد عندنا، انما نفس الخطوات اللي فاتت كلها ونفس البيانات اللي فاتت كلها هتطلعها، هتطلع مج صاد ومج صاد تربيع وتطلع النون وتطلع الكاف نفس الاربعه اللي فاتوا، بس هيزيد عندنا بيان بعدد الصفوف. وبعدين القانون بتاع الصفوف اللي هو بين الصفوف زي بالظبط بين الاعمده، انت بين الاعمده كنت بتعمل ايه؟ هتقول لي كنت بجيب مجموع العمود الاول كل تربيع على عدده، مجموع العمود الثاني كل تربيع على عدده، زائد مجموع العمود الثالث كل تربيع على عدده، وفي الاخر بطرح مج صاد كل تربيع على نون. هقول لك نفس الحكايه تعملها مع الصفوف، هتجيب مجموع الصف الاول كل تربيع على عدده، زائد مجموع الصف الثاني كل تربيع على عدده، مجموع الصف الثالث كل تربيع على عدده، وفي الاخر تطرح نفس اللي طرحته من الاعمده، تطرح مج صاد الكل تربيع على نون، تطرح مجموع صاد الكل تربيع على نون. تعال نشوف البيانات، هتلاقي نفس البيانات اللي جبناها قبل كده، مج صاد مجموع القيم كلها، مج صاد تربيع مجموع مربعات القيم كلها، نون حجم العينة الكلي، كاف عدد الأعمدة أو عدد المجموعات أو عدد العينات. في بعد كده عندنا ب عدد الصفوف، ب عدد الصفوف. تعال نشوف القانون اللي هيزيد عندنا. خطوات بقى الاختبار، احنا الخطوة الأولى طبعا المرحلة الأولى بنستخرج بيانات، والمرحلة التانية بنعمل الست خطوات بتوع الاختبار. الست خطوات دول هتلاقيهم زي اللي فاتوا بالظبط بس مع فروقات بسيطة، وهيزيد عليهم قانون بتاع الصفوف زي ما هنشوفه دلوقتي. أولا الفرد الأصلي هتلاقيه ينقسم لفردين، فرد خاص بالأعمدة وفرد خاص بالصفوف. لا يوجد تأثير جوهري للأعمدة على الظاهرة، لا يوجد تأثير جوهري للصفوف على الظاهرة، يبقى كده الفرد الأصلي انقسم لفردين. الفرد البديل ينقسم لفردين برضك، يوجد تأثير جوهري للأعمدة على الظاهرة، يوجد تأثير جوهري للصفوف على الظاهرة، لأن هو ضد الإيه الأصلي. مستوى المعنوية 5% دائما. المقياس الإحصائي المناسب توزيع فهم. بالنسبة بقى لخطوة العمليات الحسابية، أول حاجة ميم ميم كاف نفس القانون ما اتغيرش، اللي هو مج صاد تربيع ناقص مج صاد الكل تربيع على نون، يبقى القانون ده ثابت معايا سواء في اتجاه أو اتجاهين. بالنسبة لقوانين الأعمدة والصفوف، بص كده للتقارب بينهم والتشابه. الأعمدة هيبقى مجموع العمود الأول الكل تربيع المفروض على عدده، مجموع العمود الثاني الكل تربيع على عدده لغاية ما تخلص كل الأعمدة، وبعدين في الآخر تطرح مج صاد تربيع مج صاد الكل تربيع على نون. طب هنا أنا كان ممكن أعمل مجموع العمود الأول الكل تربيع على عدده والتاني كل تربيع على عدده والتالت على عدده، ولكن انا لما لقيت العدد تحت متساوي، يعني عدد المفردات اللي في العمود الاول بيساوي عدد المفردات اللي في التاني بيساوي عدد المفردات اللي في التالت، فيبقى كده المقام اللي هو تحت مقام مشترك لاني بقسم على نفس الرقم في كل مرة. فانا عشان ما اضيعش وقت في الامتحان واخد العمود الاول المجموع الاولاني بتاع اول عمود واقسمه على عدده، فرضا كان الايه العمود الاولاني فيه خمسة، فلازم التاني يبقى فيه خمسة ولازم التالت يبقى فيه خمسة. ليه؟ عشان في تحليل الاتجاهين ما ينفعش يبقى فيه عمود طويل وعمود قصير، لازم يبقى كل الاعمدة متساوية في عدد المفردات. فعلشان كده بنقول ايه على نون واحد. ايه معنى نون واحد دي؟ اي عينة تاخدها من اي عدد تاخده من اي عمود هو ده اللي ايه اللي تقسم عليه، لان نون واحد بتساوي نون اتنين بتساوي نون تلاتة، فهتلاقي نفسك تحت بتقسم على نفس الرقم. فعشان كده خدنا عامل مشترك تحت اللي هو نون واحد تمشي مع كل مع كل عامل. وفي الاول وفي الاخر القانون ده هتلاقيه برضك معطى في ورقة الاسئلة اللي هو ميم ميم ب للمعالجات.
في ميم القطاعات، ميم القطاعات بنفس الكيفية، ان انت بتروح تجمع الصف الاول الكل تربيع مفروض على عدده، مجموع الصف التاني الكل تربيع وهكذا. طيب لما تيجي تقسم على العدد، لما تيجي تعد القيم جوه كل صف، خد بالك من الحتة الفنية دي، لما اجي اعد القيم داخل كل صف هلاقيها بتساوي كاف. مين هي كاف دي يا جماعة؟ اللي هي عدد الاعمدة. طب ما ده شيء طبيعي، لما اجي اجمع الصف الاول، طب ما انا بجيب له قيمة، انا بجمع الصف الاول اللي هو ماشي مع السطر بتاع الكراسة، فبلاقي انا باخد قيمة من اول عمود وقيمة من تاني عمود وقيمة من تالت عمود وقيمة من رابع عمود، يبقى انا كده باخد عدد الاعمدة واقسم عليه، لان عدد المفردات في الصف تساوي عدد الاعمدة، عدد مفردات اي صف، عدد مفردات اي صف تساوي عدد الاعمدة. بعد كده في الاخر بطرح مج ص الكل تربيع على نون، والقانون ده زي ما انت تعرف برضك هيكون معلوم عندك. يبقى القانون اللي زاد عندنا المرة دي اللي هو القانون بتاع رقم 3 ده بتاع القطاعات، وهو شبيه قوي بالمعالجات، شبيه بالاعمدة. يبقى انت معاك المعالجات اللي هي لو انت بتطبع الورق ده هتكتب بين قوسين الاعمدة، ومعاك القطاعات لو بتطبع هتكتب بين قوسين الصفوف. الخطوة اللي جاية عمل جدول تحليل التباين. الجدول دوت زي ما انت شايف مكون من 5 اعمدة، ما تغيرش الاسامي بتاعتهم من فوق. الجدول ده زي ما انت شايف ما زادش عليه غير سطر واحد اللي هو السطر اللي في النص بتاع القطاعات، اما المعالجات دي كانت موجودة قبل كده بدرجات حريتها كانت ناقص واحد، والقطاعات لما زادت زادت بدرجات حريتها اللي هي عدد حجم العينة ناقص واحد، درجات حرية القطاعات معناها عدد الصفوف ناقص واحد. طب عشان نحفظها يا جماعة وتكون سلسة بالنسبة لنا، درجات حرية المعالجات بتبقى عدد المعالجات ناقص واحد، ودرجات حرية القطاعات بتبقى عدد القطاعات ناقص واحد. هقولها تاني، درجات حرية الأعمدة بتبقى عدد الأعمدة ناقص واحد، درجات حرية الصفوف عدد الصفوف ناقص واحد، درجات حرية الكلي نون ناقص واحد. لما أحب أجيب بقى البواقي أجمع الاتنين اللي فوق اللي هم درجات حرية المعالجات ودرجات حرية القطاعات، أجمعهم مع بعض وأطرحهم من الكلي يطلع الفرق اللي هو بتاع البواقي. طبعا السطر اللي في النص زاد وكنا مجهزين قيمته في الحسابات بتاعتنا. احنا كده معانا العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث، بالنسبة للعمود الرابع بيجي بقسمة الثاني على الثالث، فباخد ناتج خطوة 2 أقسمها على كاف ناقص واحد، وآخد ناتج خطوة 3 أقسمها على نون واحد ناقص واحد، وناتج خطوة 4 أقسمها على الفرق. فطلع عندي المتوسط الأولاني بتاع المعالجات ايه، والمتوسط بتاع القطاعات بي، والمتوسط بتاع البواقي سي. أنا حاطط ايه وبي وسي عشان معيش أرقام. بعد كده لو عايز بقى أجيب فيه المحسوبة، فيه المحسوبة بتيجي مرتين، مرة للأعمدة ومرة للصفوف، مرة للمعالجات ومرة للقطاعات. ازاي بجيبها للمعالجات؟ أقسم متوسط المعالجات على متوسط البواقي، يعني أقسم الـ A على السي. وازاي بجيبها للقطاعات؟ بقسم القطاعات على البواقي، يعني بقسم الـ B على السي، فيطلع فيه واحد وفيه اتنين. يبقى أنا كده هاخد قرارين، قرار بالنسبة لفيه واحد للأعمدة، وقرار فيه اتنين بالنسبة بتاعة الصفوف. ففي المسألة دي مطلوب تاخد قرارين، قرار باختلاف الأعمدة عن بعضها وقرار باختلاف الصفوف عن بعضها. أما تيجي تاخد قرار بنقسم القرار قسمين، بنقول إيه؟ بالنسبة للأعمدة فيها قرار، بالنسبة للصفوف فيها قرار. الأعمدة هقارن فيه واحد مع فيه الجدولية اللي تناسبها في درجات الحرية بتاعتها، خد بالك من اللي أنا بقوله، بتناسبها في درجات الحرية بتاعتها. هي فيه واحد دي مين اللي يناسبها في درجات الحرية بتاعتها؟ اللي يناسبها كاف ناقص واحد والفرق اللي هو مكتوب عند البواقي. طب وبالنسبة لفيه اتنين المحسوبة مين اللي يناسبها من الجدولية؟ يناسبها اللي درجات الحرية بتاعتها تتناسب معاها، اللي هي درجات حريتها نون ناقص واحد والفرق، الفرق المقصود بيه الرقم اللي هو نتج من طرح الكلي ناقص القطاعات والمعالجات. وفي كل الأحوال سواء كانت أعمدة أو صفوف، لو لقيت المحسوبة أقل، لو لقيت المحسوبة أقل بنقبل الأصلي ونرفض البديل. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا دلوقتي مسألة تمرين على تحليل التباين في اتجاهين، نقرأ مع بعض كده.
لمعرفة العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عدد الأخطاء في الفواتير في شركة معينة. في شركة معينة تم اختيار عينة عشوائية من موظفي الحسابات بالشركة، وتم تسجيل مستواهم التعليمي وعدد سنوات خبرة كل منهم، وتم رصد أعداد الأخطاء المكتشفة لدى كل منهم، وصنفت هذه البيانات طبقا لمستوى التعليم وعدد سنوات الخبرة، ووضعت في الجدول الآتي. مديني جدول في التعليم ينقسم لثلاث أقسام، منخفض ومتوسط ومرتفع، وفي الخبرة تنقسم لست فئات: أقل من 12 سنة، 12 سنة إلى 15، 15 إلى 18، وهكذا لحد آخر فئة 25 سنة خبرة فأكثر. ومديني كمان جوه الجدول الأخطاء المكتشفة 3 4 5 1 0، دي كلها الأخطاء المكتشفة. وإيه كمان نقراه في الجدول ده؟ إنه مدي مجموع كل عمود: مجعين 1 ب 20، مجعين 2 ب 12، مجعين 3 ب 17، وكمان مديني مجموع كل صف: 7 7 13، وهكذا. وكمان مدي المجموع الكلي للقيم في الجدول 49. 49 دي ممكن تيجي بأحد ثلاث طرق: يا إما تجمع المجاميع اللي ظهرت في آخر كل عمود، تجمع الثلاث مجاميع اللي ظهروا في الآخر 20 و12 و17 هيطلعوا 49، يا إما تجمع القيم بتاعت مجاميع كل صف، مجموع الصف الأول 7، الثاني 7، الثالث 13، تجمع كل دول، تجمع 7 و7 و13 و14 و5 و3 يطلع 49. وإما إن أنت تجمع المفردات نفسها اللي جوه، اللي هي 4 زائد 3 زائد 5 زائد 6 زائد 2 زائد 0 زائد 4 زائد 2 زائد 3 زائد 1، لغاية ما توصل في الآخر للواحد اللي في العمود بتاع التعليم المرتفع في آخر حاجة فيه. كل ده هيوصلك لل49. بعد كده بيقول لك: هل هناك تأثير جوهري للتعليم اللي هو الأعمدة على عدد الأخطاء المكتشفة؟ هل هناك تأثير جوهري للخبرة اللي هي الصفوف على عدد الأخطاء المكتشفة؟ يبقى واضح إن في تحليل الاتجاهين بتبقى المسألة جاي فيها سؤالين: سؤال عن الأعمدة وسؤال عن الصفوف، وذلك بمستوى معنوية 5%، وبفرض أن المجتمعات المسحوب منها العينات موزعة طبيعيا وذات تباين متساوي. هنا في كلمة زيادة بتاعة الإنفاق على التدخين، الكلمة دي زائدة، احنا ممكن نشطبها. احنا بنقول المجتمعات موزعة طبيعيا وذات تباين متساوي، زي ما احنا بنقول وبنأكد كل مرة في المسائل. دلوقتي هنروح بقى نبص كده، هنلاقي مدي مج صد تربيع معطاه اللي هي 209، المفروض ان انا كنت وعدتكم انها تبقى معطاه في المسائل، دلوقتي جات لنا هي موجوده موجوده في برواز تحت مج صد تربيع، معناه انه ربع قيمه قيمه، وبعد ما ربع قيمه قيمه وبعدين جمع، يعني قال 3 تربيع زائد 4 تربيع زائد 5 تربيع زائد 6 تربيع زائد 2 تربيع زائد 0 تربيع. دي قصه ال 209. وفي بعد كده قيم جدوليه هحتاجها في الاخر لما اخد قرار بالنسبة للصفوف، هحتاج واحدة من الفئات دي، ولما اخد قرار بالنسبة للأعمدة هاخد فئة تانية. نشوف دلوقتي اول حاجة هنعملها في بداية الحل نستخرج البيانات. وانت معايا كده استخرجت معظم البيانات على فكرة، وانت مش واخد بالك في معظم البيانات طلعت ازاي. اقول لك ازاي. مش انت معاك مجموع كل عمود؟ هتقول لي اه. ومجموع كل صف؟ تمام. ومعاك مج صاد 49؟ تمام. ومعاك عدد الأعمدة اللي هي كاف بتلاتة؟ تمام. ومعاك مجموع صد تربيع اللي هي جاية تحت المسألة في الآخر ب209؟ تقول لي آه. وكل الحاجات ديت تعتبر هي المرحلة الأولى في الحل، إن أنت تجهز بيانات المسألة. بالنسبة لعدد الصفوف احنا اتفقنا إن هما 6 صفوف، بنسميهم نون واحد. ليه نون واحد؟ لأنك لو بصيت في العمود بتاع منخفض ده هتلاقي 6 قيم، هم دول 6 صفوف. لو بصيت في العمود اللي جنبيه فيه 6 قيم، 6 صفوف. لو بصيت في العمود التالت بتاع مرتفع هتلاقي فيه 6 صفوف. فلما تيجي تقول ان عدد الصفوف نون واحد كلامك صح، لما تيجي تقول ان عدد الصفوف نون اتنين كلامك صح.
فتسمية عدد الصفوف بنون واحد ده شيء منطقي جدا وطبيعي. تمام يا جماعة، بنشكركم. دلوقتي البيانات بتاعت المسألة: نون واحد بستة، نون اتنين بستة، نون تلاتة بستة، مج صاد ب49، نون اللي هي حجم العينة الكلي عبارة عن نون واحد زائد نون اتنين زائد نون تلاتة، يعني ستة زائد ستة زائد ستة تطلع 18، وممكن كنت اجيبها بضرب 3 في 6. كاف عدد الأعمدة بتساوي 3، نون واحد عدد الصفوف بتساوي 6. خطوات الاختبار: أنا عندي 4 خطوات في الأول بكتبهم وأنا مغمض. الفرض الأصلي: لا يوجد تأثير جوهري للأعمدة. الفرض البديل: لا يوجد تأثير، آسف، الفرض الأصلي ينقسم فرضين: لا يوجد تأثير جوهري للأعمدة، لا يوجد تأثير جوهري للصفوف. لو عايز تستكمل للآخر تقول له بين قوسين الأعمدة اللي هي التعليم: لا يوجد تأثير جوهري للأعمدة على أعداد الأخطاء المكتشفة في الفواتير، لا يوجد تأثير جوهري للصفوف على أعداد الأخطاء المكتشفة في الفواتير. الفرض البديل بيبقى عكسه، فبشيل كلمة الله اللي في أول الفرض الأصلي: يوجد تأثير جوهري للأعمدة اللي هي بين قوسين التعليم على أعداد الأخطاء في الفواتير، يوجد تأثير جوهري للصفوف على عدد الأخطاء في الفواتير. بعد كده مستوى المعنوية 5% دايما. المقياس الإحصائي المناسب توزيع ف. خطوات الأربعة دول بيتكتبوا في بداية مسائل، في بداية الاختبار. دول ايه معانا؟ ثابتين. ال3 عمليات جايين ورا بعض في الصفحة دي. العملية الأولى: تجيب مجموع المربعات الكلي، ده قانونه ثابت، ميم ميم كاف، سواء كنت شغال أعمدة سواء كنت شغال تحليل التمام في اتجاه واحد أو اتجاهين. عوضت في القانون طلع 75.6. بالنسبة للمعالجات: مجموع العمود الأول تربيع على عدده، مجموع العمود تربيع على عدده، مجموع العمود التالت تربيع على عدده، فعلشان العدد متساوي تحت فاحنا لخصناه في عدد واحد، ناقص مجموع صاد الكل تربيع على نون. خد بالك هنا مكتوب نون واحد اللي هي 6، أما بره هنا نون اللي هي 18. بص التعويض: أدي 6 وأدي 18، طلعناها طلعت 5.4. بالنسبة لمجموع مربعات القطاعات: أنا عندي 6 قطاعات فمش هعرف أكتب الستة كلهم، فكتبت في القانون به واحد تربيع، به اتنين تربيع، شوية نقط عشان مش هقدر أكتبهم كلهم. وبعدين بطرح نفس اللي بطرحه في الآخر: مج صاد كل تربيع على نون. ركز معايا، لما جينا نعوض أدي مجموع الصف الأول تربيع على عدده، مجموع الصف التاني تربيع على عدده، مجموع الصف التالت تربيع على عدده، الرابع تربيع على عدده، وهكذا لغاية السادس تربيع على عدده. العدد متساوي تحت لأن كل صف فيه 3 مفردات، ناقص اللي بطرحه سواء في الكلي أو سواء في المعالجات، بطرح 49 تربيع على 18، تطلع 32.3. هناخد ال3 نتائج اللي طلعوا من هنا، هناخد ال3 نتائج اللي طلعوا بتاع الكلي والمعالجات والقطاعات ونحطها في جدول تحليل التباين. تعال نشوف كده دلوقتي. الجدول بتاع تحليل التباين كان ممكن يسبقه خطوة استنتاج البوائي، ان انا اطرح الكلي ناقص المعالجات والقطاعات، يعني اطرح 75.6 ناقص 5.4 ناقص 32.3، او ان انا اجمع المعالجات والقطاعات على بعض، اجمع الخمسة على 32 واطرحهم من 75 يطلع البوائي. ولكن ممكن استنتج البوائي داخل الجدول، يعني دي افضل وتوفر معاك وقت. كده كده رقم البوائي اللي هو 37 ده مستنتج من طرح الكلي ناقص المعالجات والقطاعات. بالنسبة بقى لدرجات حرية الأعمدة بيبقى، أو المعالجات طبعا، بيبقى عدد الأعمدة ناقص واحد أو عدد المعالجات ناقص واحد، هتطلع باتنين اللي أنا عاملها مظللة، اللي أنا مظللها الاتنين دي. درجات الحرية اللي بعد كده أنا بتكلم يا جماعة في العمود التالت اللي هو في منتصف الجدول. درجات حرية الصفوف أو القطاعات بيبقى عدد الصفوف ناقص واحد، تطلع 5. درجات حرية البوائي معرفهاش، بس ممكن الكلي أعرفها. درجات حرية الكلي نون ناقص واحد، نون ب18، شيل منها واحد يتبقى 17. هتروح تستنتج البوائي كالآتي: 17 شيل منهم 2 وشيل منهم 5، يتبقى 10 اللي هي مظللة ديت، دي مستنتجة. في طريقة تانية للبوائي
خد بالك منها، لان ممكن اسالك فيها ومش نسبة كبيرة اللي بتعرف تحل. مين اللي بيعرف يحل؟ اللي فاكر الكلام اللي انا بقوله ده، اللي هيتذكر الكلمتين اللي انا بقولهم دول هيعرف يستنتج البواقي. قال لك البواقي في طريق تاني ممكن تجيب بيها درجات حرية البواقي، ان انت تروح سعادتك تضرب 2 في 5، يعني 2 في 5 هتديك نفس الرقم اللي هو 10 ده، يعني اكنك بتضرب درجات حرية الاعمدة في درجات حرية الصفوف، اكنك بتضرب كاف ناقص واحد في ب ناقص واحد. دلوقتي بعد ما وصلت لدرجات الحرية هتقسم مجموع المربعات على درجات الحرية عشان تطلع متوسط المربعات او ما يعرف بالتباين، يبقى 5.4 على 2 وتطلع الإجابة. ده كده متوسط المعالجات. 32.3 على 5 ده كده متوسط متوسط القطاعات. بعد كده تقسم 37.9 على 10 تطلع 73/100، ده كده متوسط البواقي. نروح بقى في الآخر نحسب فيه المحسوبة. انت عندك 2 فيه، فيه خاصة بالمعالجات وفيه خاصة بالقطاعات، فيه خاصة بالمعالجات اللي هي الأعمدة وفيه خاصة بالقطاعات اللي هي الصفوف. بالنسبة للفيه بتاعت القطاعات، آسف، بتاعت المعالجات، بنقسم متوسط المعالجات على متوسط البواقي، يعني 2.7 على 3.79، هتطلع لك 71/100. وبالنسبة للفيه 2 اللي هي الخاصة بالقطاعات أو الصفوف، بنقسم 6.46 اللي هو متوسط الصفوف على متوسط الأخطاء، يعني أنت بتنسب الأعمدة للخطأ وبتنسب الصفوف للخطأ، هيطلع لك الناتج 1.7. ما بعد ما بقى معاك فيه 1 المحسوبة وفيه 2 المحسوبة، هتروح بقى تاخد قرارك. بس هنا هيبقى فيه قرارين، قرار بالنسبة للمعالجات وقرار بالنسبة للقطاعات. لما اروح بالنسبة للقرار بتاع المعالجات، انا معايا فيه 1 المحسوبة بتاعته، بس عاوز فيه الجدولية اللي تناسبها. اجيبها منين؟ سهل قوي، بص في الجدول اللي فوق كده هتلاقي ان المعالجات لما جيت تقسم معالجات على خطأ اشتغلت بدرجات حرية 2/10، خدت الـ2/10 وقسمتهم على بعض، فعشان كده فيه الجدولية اللي تناسب معايا اللي انا هنقيها من تحت المسألة، لان انا تحت المسألة كان فيه اكتر من فيه، هختار فيه اللي مكتوب جنبها 2/10. ليه؟ لان المعالجات كان قدامها 2 والبواقي 10، وانا بختبر المعالجات دلوقتي. فيه ديت بـ4.10. اما اقارن فيه المحسوبة بفيه الجدولية، لما اقارن 71/100 بـ4.10، الاقي 71/100 اصغر، يبقى كده لا يوجد تأثير جوهري، لا يوجد تأثير جوهري للتعليم على الأخطاء المكتشفة في الفواتير. يعني بالعربي قبلنا فرض العدم. ما هو فرض العدم ده بيسموه تاني الفرض الأصلي، قبلنا الفرض الأصلي اللي هو بيقول لك لا يوجد تأثير جوهري. ليه؟ لأن لما المحسوبة بتطلع صغيرة زي 71/100 دي، أقل من الجدولية، يبقى بتقول له بنقبل الفرض الأصلي اللي هو بيقول لك لا يوجد تأثير للأعمدة على الأخطاء، لا يوجد تأثير للتعليم على الأخطاء المكتشفة. طب تعالى بالنسبة للقطاعات ناخد القرار بتاعها. هنروح نجيب فيه 2 المحسوبة اللي هي بـ1.7، ونقارنها بفيه الجدولية التي تناسب درجات الحرية بتاعتها. درجات الحرية بتاعت فيه 2 كانت 5/10، فأنا هجيب فيه الجدولية اللي تناسبها اللي هي 5/10، احطهم جنب بعض على نفس السطر واكتب علامة اكبر او اصغر، فهلاقي 1.7 اقل من 3.33. 1.7 طلعت اقل، المحسوبة اقل، يبقى برضك لا يوجد، ايضا لا يوجد تأثير جوهري لسنوات الخبرة على عدد الاخطاء المكتشفة. اعتقد كده يعني واضح معانا تحليل الاتجاهين. نشوف بقى بعض التمارين، التدريبات اللي ايه اللي تمرن ايدك عليها مع الاجابة الاخيرة بتاعتها. دلوقتي معانا مسألتين واجب، هقراهم معاك عشان لو فيهم مشاكل نلحق نشوفهم قبل ما تبدأ حل فيهم. المسألة الاولانية مديك جدول
في المسافة اللي بتقطعها السيارة لكل جالون بنزين، ومديك 3 أنواع من البنزين اللي هو 80 90 92. يبقى المسألة دي فيها 3 صفوف. ولما ابص على الأعمدة في 3 أنواع من السيارات، يبقى المسألة ديت فيها 3 أعمدة، يبقى في 3 صفوف و3 أعمدة. ايه الميزات اللي مديها تاني؟ مديك مجموع كل عمود، ومديك مجموع كل صف، ومديك المجموع الكلي اللي هو مج صاد 175. بيقول لي فإذا علمت أن مجموع س تربيع بتساوي 3423، المجموع اللي معطى في الآخر ده، المجموع اللي معطى تحت الجدول ده، مفروض مجموع ص تربيع. اللي أنا بقولك دايما أنا هجيب لك مجموع ص تربيع في المسألة. يبقى دي أول حاجة ناخد بالنا منها. تاني حاجة مديك مجموع المربعات بين الصفوف، ده كده موفر عليك تطبيق القانون بتاع الصفوف. ومديك مجموع المربعات بين الأعمدة اللي هي ميم ميم ب، برضك مديك يعني مديك حاجات جاهزة، يعني كده معاك مج ص تربيع ومعاك الصفوف ومعاك الأعمدة. انت بس هتحتاج ايه كده في العمليات الحسابية؟ هتحتاج ان انت تحسب الكلي اللي هو بتاع مج ص تربيع اللي انا لسه مصلحها دي، ناقص مج ص الكل تربيع اللي انا بشاور عليها بالنقطة دي، يعني ناقص 175 الكل تربيع على عددها. وبفرض ان توافر شروط التوزيع الطبيعي وتساوي التباين، اختبر الفرض القائل بانه لا يوجد اختلاف جوهري بين انواع العربيات، والفرض القائل انه لا يوجد اختلاف جوهري بين انواع البنزين بمستوى معنوية 5%، اذا علمت ان فيه 2.4 بتساوي 6.94%. ومديك الحل النهائي فيه المحسوبة هتطلع 9.2. خد بالك من حاجة كده، انا هنا محتاج فيه جدولية واحدة بس. ليه؟ لان عدد الصفوف قد عدد الاعمدة، فدرجات حرية الاعمدة هتبقى قد درجات حرية الصفوف، فانا مش هحتاج غير واحد فيه واحدة بس اللي هي فيه 2.4 اللي معطاة دي تحت المسألة. تاني حاجة المفروض ان الاجابة يبقى فيه واحد المحسوبة وفيه 2 المحسوبة. هنا فيه واحد المحسوبة بس هي اللي معطاة، الاجابة النهائية ناقصة فيه 2 المحسوبة. انا اعتقادي ان فيه 2 المحسوبة بتساوي 9.2، بس ايه دي هتبان لما تحل، يعني هيطلعوا المحسوبة هنا قد المحسوبة هنا. دي بالنسبة للمسألة الاولى المشاكل اللي جواها، واعتقد احنا لما قريناها مع بعض عرفنا ان هي سهلة اسهل من اللي اتحل. ليه؟ لان مديك حاجات كتيرة جاهزة، مديك الاعمدة جاهزة والصفوف جاهزة، كل اللي هتعمله بس تجيب الكلي وتطرح منه الاعمدة والصفوف يطلع البواقي. بالنسبة للمسألة التانية بتاعت اتجاهين برضو، بس هي مقتضبة جدا مختصرة جدا، مديك الجدول ومديك تحتيه الأجوبة، مديك فيه واحد محسوب، فيه واحد المحسوبة وفيه 2 المحسوبة. ضروري يعني أمرن إيديا في المسائل دهيت، وأنا هبعت لكم مج ص تربيع بتاعت أي مسألة ينقص منها المج ص تربيع. تحياتي، وبكده يبقى وصلت لنهاية المحاضرة، نهاية تحليل التباين في اتجاه واتجاهين. يعني إن شاء الله يكون الموضوع سلس وتفهم، وبالتوفيق وشكرا.